أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال مؤتمر صحفي لاستعراض أداء الجهات الحكومية في النظام الوطني للمقترحات وشكاوى تواصل خلال الفترة من يناير لغاية سبتمبر 2023. أكد أهمية التحول الرقمي في جودة الخدمات الحكومية، مثمنا سعادته الاهتمام والدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمتابعة أداء الجهات الحكومية من أجل تطوير نظام وتطبيق تواصل. التفاصيل في التقرير التالي. نظام وطني للمقترحات والشكاوى استطاع الوصول إلى أرقام كبيرة خلال سنة 2023. نظام تواصل استقبل أكثر من 21 ألف استفسار وشكوى إثر زيادة عدد الجهات الحكومية في النظام لتصل إلى 55 جهة، حيث فاقت نسبة رضا العملاء 83%، ما يؤكد العمل المستمر لتطوير هذا النظام. نظام تواصل اليوم يعني هو يعتبر منظومة ومنصة لتطوير العمل الحكومي، تساهم في تطوير الأداء الحكومي. لما الناس تثق في نظام بهذا الكم تتعامل معه، لأن العملية مؤتمتة وصعب أن أتعامل مع هذا العدد الكبير جدا من الحالات ويتم حلها وفق يعني معيار زمني محدد بدون ما تكون المنظومة مؤتمتة. أيضا استخدم هذا النظام لتطوير العمل الحكومي بإعادة هندسة كثير من الإجراءات. الحالات المتكررة بعضها تحولت للقطاع الخاص حتى تقدم خدمات بشكل أفضل، فصار في قصص نجاح مستمرين عليها، بحيث أنه يعني في المستقبل أيضا يعني نقلل الحالات المتكررة ونستفيد من آراء الناس ومن شكاواهم المتكررة بتطوير الأداء الحكومي. الفعالية الكبيرة لنظام التواصل مكنته من أن يكون جزءا مهما من رحلة العميل مع الجهات الحكومية من خلال عدة خدمات يتم تحسينها وتطويرها للوصول إلى الرضا التام. لا شك أن منصة التواصل أصبحت منصة أو منظومة اجتماعية شاملة، الجمهور له دور كبير فيها، وتصممت وانبنت منصة التواصل من 9 سنوات لخدمة الجمهور. تواصل الوقت الحالي في 2023 بوجود 55 جهة حكومية. المزايا اللي توفرت عن طريق تطبيق تواصل اللي قدمت حق الجمهور كل أدوات والتسهيلات اللي يمكن خلالها يقدم يتابع يتواصل مع الجهات الحكومية من غير أي نوع من الحواجز الإجرائية أو الإدارية، خلت المواطن يحس بالارتياح ويحس بالثقة أن هناك من يسمعه، أن هناك من بيتابع حالته، ومن كذلك يعالج ويحل أي إشكالية إدارية أو إجرائية من خلال منصة التواصل. تواصل منصة وطنية موحدة تمكنت من التميز بسبب تواصلها المباشر مع الجمهور وربطهم بالجهات الحكومية، ما مكنهم من المشاركة في صنع القرار والتطوير. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. Thank you.
والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلنت بورصة البحرين أنه اعتباراً من الخامس من شهر أكتوبر 2023 وبناءً على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب المباشر من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 34، ويبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات اعتبارا من 15 من شهر أكتوبر 2023 حتى 15 من شهر أكتوبر 2026، ويبلغ العائد الثابت 6.50% سنويا. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.